ومن الخرطوم ينضم إلينا مراسل غد محي الدين جبريل. محي، هل من أنباء حول اللقاء المرتقب بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي؟ هبة، حتى الآن لم يتم تحديد موعد أي موعد لهذا الاجتماع، كما لم يحدد المجلس أيضا الجدول لأي لقاءات له مع القوى السياسية الأخرى. ومعلوم أنه بالساحة الآن إلى جانب قوى المعارضة المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير توجد قوى سياسية أخرى كانت مشاركة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان المجلس التقاها في اجتماع منفصل قبل نحو 3 أيام. ولكن حتى اللحظة الحراك السياسي الموجود في الساحة هو بين القوى السياسية لوحدها، حيث نتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا رئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين، الذي وصل الخرطوم اليوم بعد 10 سنوات قضاها في المنصة متنقلا بين القاهرة ولندن. أيضا أبو القاسم برطوم رئيس كتلة النواب المستقلين في البرلمان المحلول، أيضا دعا قادة القوى السياسية للقاء جامع معهم مساء اليوم للتفاكر حول مستقبل المرحلة المقبلة. لكن تجمع النقابات المهنيين الآن والقوى المتحالفة معه هي منخرطة في اجتماعات خاصة لترتيب وضعها الداخلي، حتى الآن لا يصح لنا عما تخرج عنه هذه الاجتماعات. هذا على المستوى السياسي. على المستوى الميداني هناك أنباء محية عن فتح أحد الطرق الرئيسية أمام المعتصمين، مدى صحة هذه الأنباء وهل يعني ذلك مقدمة لفتح طرق أخرى كانت مغلقة على خلفية الاحتجاجات؟ نعم بالفعل هبة، فجر اليوم تم فتح الشارع، شارع القيادة العامة كما يعرف محليا، أو شارع المهدي شريك، وهو الشارع الممتد من بداية شارع المطار أو ما يعرف من أمام مبنى جهاز الأمن والمخابرات، ويمتد شمالا أمام القيادة العامة وقصر الضيافة مقر إقامة الرئيس السوداني، ويلتقي في شارع الجامعة، شارع جامعة الخرطوم قبيل جسر السكة حديد. هذا الشارع الآن هو مفتوح في كافة الاتجاهات وتمضي الحركة فيه بصورة طبيعية، ويشق موقع الاعتصام إلى نصفين. هنالك مطالبات هبة من هيئة السكك الحديدية قبل قليل طالبت فيها المعتصمين بضرورة السماح للسكك الحديدية أو للقطارات بالعبور من الموقع، ومعلوم أن الاعتصام أدى لإغلاق السكة حديد، خطوط السكة حديد، منذ 6 أبريل. هيئة السكك الحديدية قالت إن استمرار إغلاق خط السكة حديد يهدد بشح في المنقولات البترولية، حيث يعتبر القطار أو القاطرات تعتبر الوسيلة الوحيدة لنقل المشتقات النفطية إلى مواقع أخرى في ولاية الجزيرة ووسط السودان ومواقع أخرى من البلاد. هذه العملية متوقفة تماما منذ 6 أبريل، موعد بداية هذا الاعتصام. نعم، مراسل الغد محي الدين جبريل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الخرطوم.